أخبار اليوم. أقول هي طبعا ذكر يعني يوم وفاء، يوم الوفاء للشهيد العظيم اللي رد عافية مصر ورد عزة مصر بفضل الله ربنا جل جلاله، جعله سبب يسترد عزة مصر ومكانتها في العالم. والحمد لله برضو هذه الأيام نقول يعني إيه، برضو هتقول يعني نموذج من النماذج اللي بنعتز بيها والقدوة رجعت لينا برضو بالرئيس السيسي، ربنا يديله الصحة ويقويه على الجهد الكبير وعلى العبء الكبير اللي عليه، بس هو أهل لكل خير إن شاء الله. وإن شاء الله كلنا نبتدي نشتغل بقى، ومصر بقى وشبابها وكل يعني كل مصري فعلا بيحب مصر لابد إن هو فعلا يعمل ويتقن في عمله ويجدد النية كده إن شاء الله. ومصر إن شاء الله مكانتها محفوظة في الأديان كلها ومحفوظة في قلوبنا، فالمفروض نحن يبقى فعلا نموذج عملي لعملنا والإنتاجنا ونحضن بعض كده بالمودة وبالمحبة وزي ما قلت بالإتقان في العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضرتك طيبة، المناسبات الطيبة إن شاء الله.